أقول لك إنه النهاردة أعلن رئيس البرلمان العربي سيد عادل عسومي تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية. شوف هنا بقى الفاروق، هم كانوا بيخطفوا الناس ويقتلوهم ويغتلوهم وطرود مفخخة ومش عارف إيه، وإحنا بنمشي بالسياسة وبالقانون الدولي. إحنا بنمشي بالسياسة وبالقانون الدولي. معانا على التليفون سيد عادل عسومي رئيس البرلمان العربي، أهلا بيك. مرحبا أخي الكريم، مساء الخير يا هلا. أهلا بيك سيد عادل، وأسف على الإطالة، ولكن يعني على رأي ممثلنا الراحل العظيم يوسف وهبي خدتني الجلالة شوية. ايه بالعكس، احنا معاك واستمتعنا بما سمعناه منك، الله يخليك. الله يخليك سيد عادل. يعني تحرككم واللي خدتوه في البرلمان العربي الحقيقه متوقع، ما اقدرش اقول مش متوقع على الاطلاق، لانه يعني هو تحرك طبيعي من البرلمان العربي، تحرك نبيل، تحرك على السياق القانوني كيفما يراه المجتمع الدولي بالقانون الدولي. وانا كنت حتى بقول احنا ما بنعملش زي الصهاينة ونسافر نغتال ونبعت طرود مفخخة أو نختطف رهائن وما إلى ذلك، نحن نسير وفقا للمحددات القانونية التي فرضها المجتمع الدولي أو القانون الدولي بشكل عام. فمهم عندي أن أنا أعرف هذه الخطوة في تصوركم هتصل بنا إلى أين، وهل هناك خطوات تالية عليها ولا لا؟ هي طبعا هي خطوة مهمة، أردنا أن نثبت أن نحترم القانون الدولي رغم ما يتعرض له الإخوان في فلسطين من أعمال يعني إرهابية وقصف واستهداف، للأسف يعني ما يتعرض له يعني أمر يعني صعب جدا علينا، لكن في نفس الوقت نحترم القانون الدولي. وأردنا تفعيل دور البرلمان العربي هذه لائحة داخلية تعطينا الحق في أن احنا نتحدث ونعمل باسم الشعب العربي. هذا أمر مهم، نحن لما نتكلم باسم الشعب العربي نوصل أو نوصل النقطة الأساسية بأن احنا داعمين بشكل أساسي للأخوة الفلسطينيين، وسنستخدم كل ما نستطيع استخدامه لكي نساعدهم لكي نوقف هذه الحرب الجائرة التي للأسف يعني تم ضرب بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية خاصة، وكذلك الجانب الإنساني للأسف لم يراعى بأي شكل من الأشكال. لكن في نفس الوقت احنا هذا لا يضعنا ان احنا لا نعمل، سنعمل بلا شك. رفع الموضوع للمحكمة الجنائية الدولية هي خطوة مهمة، نتمنى من خلالها يتم التحقيق ويتم أخذ إجراءات ضد الكيان الصهيوني وضد المسؤولين الذين قاموا بارتكاب هذه المجازر التي للأسف يعني لم يرى فيها العالم بهذا الشكل، وهذه للأسف بهذه الشناعة. الآن نرى أنا كرئيس برلمان عربي كمواطن عربي بأن فلسفة الحروب تغيرت بعد استهداف غزة، أصبحت الدول الكبرى للأسف تدافع بشكل فج عن هذه الاستهدافات، وبل تبررها أمانة مصيبة كبيرة، وما يتعرض للأخوات في فلسطين أمر يعني كبير جدا للأسف، خطر ليس فقط على الأخوة الفلسطينيين لكن خطر على كثير من الدول العربية. لذلك البرلمان العربي سنستمر في استخدام ودعم الدبلوماسية البرلمانية، ورسنا تقريبا 75 برلمان وطني وإقليمي ودولي لكي نؤمن الضغط الشعبي، الضغط الدبلوماسي البرلماني لكي نوقف هذه الحرب، أو لكي يتم وقف هذه الحرب التي للأسف يعني أكثر ضحاياها هم أطفال ونساء وكبار سن يفوق عدد نسبتهم 75%. الآن للأسف وصلت الأخبار أن عدد الشهداء زاد عن 14,000 شهيد، هذا رقم أمانة طبيعي. لدينا سؤال مهم أو سؤال يعني عالق في أذهاننا،
الدول الكبرى التي للأسف ابتعدت عن القيادي وابتعدت عن الانصاف وابتعدت عن القانون الدولي، كم شهيد تريد لكي تضغط على الكيان المحتل لكي يوقف هذه الاعتداءات الوحشية؟ لا أعلم، لكن نحن كبرلمان عربي موقف واضح وداعم بشكل واضح للأخوة الفلسطينيين، وسنستمر في العمل لكي نعينهم قدر الإمكان. أشكرك جدا سيد عادل عسومي رئيس البرلمان العربي.